وللحديث عن إهمال القطاع الطبي والطواقم الصحية في العراق والمطالبات بسد العجز الحاصل، معنا من بغداد نقيب التمريض الطبي في العراق الأستاذ فراس الموسوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للتصحيح، نقيب التمريض العراقي. نقيب التمريض العراقي، نعم. أستاذ فراس، يعني ما مدى السوء الذي وصل إليه القطاع الصحي في العراق؟ نقابة الأطباء تتحدث اليوم عن عجز مالي واستحقاقات للطواقم الطبية، لماذا هذا التأخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال التراكمات والمنعكسات في العراق بصورة عامة ألقت بظلالها على الواقع الصحي، ضمن القطاعات اللي أيضا تعاني رداءة تقديم الخدمات بسبب ما تعرض للعراق من هجمات سواء كانت عسكرية أو آخرها جائحة فيروس كورونا، وأيضا السياسة العامة للبلد هي غير واضحة وغير مستقرة، بالتالي هذه كلها تلقي ظلالها على الواقع الصحي والتمريض الطبي بالعراق، وبصراحة اليوم مؤسساتنا لا ترتقي نسبة السكان ونسبة الخدمات التي تقدم للعراقيين، فبالتالي هناك عدد كبير وواضح للتموين والتقديم الخدمات بسبب هذه التراكمات، وبالتالي اليوم عندما اجتمعت النقابات الطبية والتمريضية من أجل إطلاق رواتب موظفيها، صراحة على موضوع بعد أن كانت هناك مظاهرات كبيرة وواسعة على مستوى بغداد ومستوى المحافظات، وتحصلنا قرار مجلس الوزراء بإطلاق رواتب وتخصيص مالي يصل إلى 169 مليار. نتفاجئ اليوم بأن وزارة المالية لم تطلق هذا التخصيص، بصراحة هذا ألقى بظلالة أيضا على الحالة النفسية للموظفين، وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك رضا وظيفي واستقرار وظيفي للموظف، وبالتالي هذه الأموال يجب أن تطلق ويجب أن يأخذ استحقاقه الموظفي دائرته، وكذلك اليوم نعاني من عدم اطلاق العلاوات والترفيعات لاكثر من اشهر واكثر من اعوام في بعض الدوائر، هناك دائره في دائره تحت بينما ايضا الموظفين لم تطلق رواتب لحد الان، بعموم العراق الموظفين لم يستحقوا ولم يعطوا بصراحه جزاء ما يستحقون. طيب فراس، يعني كيف يعني إذا سمحت لي، كيف للحكومة أن تعرض قطاع كبير ومهم لهذه الصدمات الكبيرة على مستوى رواتب الموظفين ونفقات تجهيز المستشفيات وكذلك المؤسسات الطبية بالأجهزة والمستشفيات؟ يعني كيف يتم تأخير الصرف وسواء مستحقات أو مستلزمات؟ ألو، أسمعك فراس. لا ممكن أعاد السؤال، لأنه السؤال هو يعني كيف تعرض الحكومة قطاع كبير وضخم ومهم وحساس مثل القطاع الصحي إلى تأخير صرف النفقات المطلوبة والمستلزمات وكذلك مستحقات الأطباء والكادر الصحي كله؟ بطبيعة الحال هناك سياسة في بلدان العالم، هناك وزارات وهناك هيئات تسمى بوزارة التخطيط، وهيئات التخطيط هي من تضع العمل الاستراتيجي لبناء الدولة والحكومة أيضا. بالتالي هذه التراكمات، وأعتقد ماكو رؤية واضحة كما أكدنا سابقا، وخصوصا القطاع الصحي يجب أن يكون هناك إخفاء حقيقية ومتبنات. اليوم أنا أعطيك رقم صراحة تتفاجئ، دول العالم تصل الميزانية الخاصة من عموم الميزانية العامة بالواقع الصحي تجد يصل إلى 50 أو 60 أو 30 أو 40% من الميزانية العامة للقطاع الصحي، في حين في العراق لا تتجاوز 7% او 6% او 3% للقطاع الصحي. يعني راح تشوف التفاوت الكبير. يرسمون السياسه ل 25 لكنه ما يتحقق بسبب الصراحه ما يحصل في العراق يلقى بظلاله على الواقع الصحي، فبالتالي اليوم على الحكومه الحاليه ان ترعى وان تراعي وان ترى تنظر بعين كبيره للواقع الصحي، لان هناك امرين مهمين في البلد وهو القطاع الصحي وكذلك التعليم، اذا ما نهض هذا القطاعين بصوره صحيحه راح يكون هناك مجتمع سليم معافى، اذا ما بقينا على هذا الحال وعدم اعطاء ولم نكترث لما يحدث في الواقع الصحي في العراق صراحه
سوف تكون هناك كوارث على العراق والعراقيين. طيب فراس، يعني اذا سمحت لي، يعني القواعد الاساسيه نعم على مستوى الطاقات البشريه، ما خطوره ما يجري من اهمال للطواقم الطبيه والصحيه في العراق، وماذا عن قرار الهجره؟ الى اي مدى يراود الاطباء والعاملين في القطاع الصحي عوضا على الاعداد الكبيره التي هاجرت من الاطباء وكذلك الكادر الصحي في السنوات السابقه؟ يعني اليوم لاحظ الملاكات التمريضيه اللي تعمل ليل مع نهار وما تحصل بعض الحقوق اللي هي المفروض تحصلها من لقاء العمل اليوم لمده 24 ساعه. نعم. هذا ايضا صراع عندنا الكثير من الملاكات التمريضيه، من هاجر خارج العراق ومن هاجر من وزاره الصحه الى وزاره اخرى بسبب عدم اعطاء المستحقات اقل شيء، اقل ما نقول هي ماليه بقدر ما هي ايضا معنويه. هناك الخدمه البحثيه وهناك اللقب العلمي وهناك في وزاره الصحه ملاكات تمريضيه لم تحصل على هذه المستحقات، منها المعنويه ومنها الماديه. فبالتالي اليوم التفكير وطموح الممرض ان يرتقي بنفسه علميا كما يرتقي بنفسه نظريا، يجب ان يكون في هذا المقابل من يعطي هذه الطاقه الكبيره التي تعطي من العلميه والنظريه على وقع الصحه في العراق، ان يعطى معنويا وماديا ما يحقق رغباته بصراحه. هذا ما صراحه ما قاعد يجي ولا يتواجد في القطاع الصحي وفي وزاره الصحه الملاكات التمريضيه بسبب عندنا خلل وشرط كبير في تقديم الخدمات و الرضا الوظيفي. اليوم يتحقق اذا ما انسجمت الانكم مثل ما نقول اللي ياخذ واللي يعطي يكون متساوي على اقل تقدير حتى يلقي الظلال الايجابيه على حياه المواطن. وبالتالي القطاع الصحي يحتاج الى رؤيه واضحه والى متابعه من الحكومه وخصوصا القطاع الصحي، لانه اليوم حياه المواطن هي. نعم فراس، اليوم واقع المستشفيات والطواقم الطبية هل يتناسب مع الميزانية التي تتحدث عنها الحكومة والفائض فيها؟ وإلى أي مدى يلعب الفساد اليوم في العراق دور في وصول الأمور إلى هذا الواقع المأساوي؟ ذكرت حضرتك أن نسبة وزارة الصحة من الميزانية منخفضة، ولكن حتى إن كانت هذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة هي رقم كبير. نعم استاذ، احنا ما نقيس الميزانيه العامه بقدر ما نقيس هاي الميزانيه اللي تعطى لوزاره الصحه، اللي انت تعرف اليوم اقصد قاعده امامك تقيس على اثرها عدد النفوس وعدد المستشفيات كل مؤسسات الصحيه العامه او التخصصيه او القطاعات او المراكز وحتى البيوت الصحيه اليوم في العراق. حجم المبالغ اللي تعطى لوزاره الصحه اذا ما تريد تقيس مع نسبه الخدمات، اليوم احنا نقيس مثلا لكل مواطن عراقي كان يكون يجب ان يكون عالميا او دوليا على الاقل بمحيط الجوار 200 دولار لكل شخص عراقي، في حين احنا يصل الى 50 او 20 الف دينار للمواطن العراقي. اذا الفارق كبير جدا ولا يقاس بالخدمات، على 20 او 50 الف دينار من الرواتب ومن الخدمات ومن التصريح ومن الادويه ومن اذا احنا ما راح نحقق رغبه ما نطمح الى بتوصيل الخدمات سواء نفسيه او طبيه للمواطن العراقي. اليوم ملاكات التمريضيه في مستوى العراق اليوم عندنا مظاهره اكثر من مظاهره، يوم غد مظاهره في بابل. نعم. يوم غد في بابل، اليوم كانت في ثقاف، قبل يومين كانت في نينوى، والمظاهرات وعدم الرضا بصراحه يعم ويجول في محافظات العراق، وبالتالي هذا ايضا ينعكس على تقديم الخدمات. احنا اليوم نريد نرتقي بالمهنه ونرتقي بالملاكات ونرتقي بالمؤسسات، يجب ان يسمع صوت هؤلاء. اليوم النقابات اصدرت بيان موحد على انه هناك رواتب قد تم تخصيص مبالغ ماديه لملاكاتنا يصل هذا المبلغ الى 169 مليار وتخصص مجلس الوزراء وتم التصويت عليه وتحول الى وزاره الماليه. طيب لحد الان هناك ايضا استماره للتعيينات في الموازنه يجب ان تطلق، وفي وزاره الصحه وجلس الاتحاد يسعى لاطلاقها لغرض تضمين هذا الموضوع في الموازنه القادمه. هناك حقوق للشهداء مغيبه لحد الان لم تعطى، هناك ملفات كبيره شائكه تقدم حلول وزاره الصحه والادوات الشائله لكن لحد الان لم ينظر بها بشكل سليم وصحيح ولا يتعاطوا معها ايجابيا. هناك ملاكات عليا عندنا في وزاره الصحه، ملاكات سواء كانت تمريضيه او صحيه تحمل شهادات عليا ايضا لم تحصل مستحقاتها. هذا كله بصراحه تراكمات ما نعرف لحد الان لماذا هو تاثير والتسليم. ونريد ان نعرف ما هو رد فعل الحكومه وتفاعل وتعاطي الحكومه مع ما تودون وما تطرحون. فراس الموسوي نقيب التمريض العراقي، شكرا جزيلا لك.